عقد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس الاثنين 6 يناير مؤتمرا حول دستور مصر الجديد بمشاركة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي قامت بإعداد الدستور، ودارت حلقة نقاشية بين أعضاء اتحاد المستثمرين وعمرو موسى حول المواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. هذا الاجتماع نحن نجتمع الأستاذ عمرو موسى ولا يحوار أو يجعل أحد لا يرد، إنما عاوزين نجتمع فيه. والحقيقة إنه شكر كل الناس اللي كانوا فيه أي حد أشكره، إلا أنتم بأشكركم على الترحيب وهذه المشاركة الثرية. بداية تحقيق الاستقرار تمام الذي سيؤدي إلى حل مشكلة مصر الاقتصادية والسياسية. الاستقرار سيؤدي إلى الاستثمارات، مزيد من الاستثمارات المباشرة أي إقامة مصانع ومزارع، تحقق 1 وظائف جديدة، 2 زيادة الدخل القومي وبالتالي سد عجز الميزانية، 3 زيادة الصادرات عشان تعزل ميزان المدفع. حضر اللقاء عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، منهم محرم هلال وهاني سرور وعلاء الصفتي. توعية الشباب ببنود الدستور لماذا نعم؟ عايزين نعرف لماذا نعم حضرتك؟ لماذا نعم دستور دولة مصر الحديثة في اختصار شديد؟ عالج العديد متقدم عندنا من النقاط التي لم يستطع أحد من قبل أن يتعرض لها، وأهمها إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين التي استغلت استغلال سيء لفئة وطبقة معينة بعيدة عن العمال والفلاحين والتي خصصت هذه المادة لها. طب حاجة عايزين نعرف رؤيتك الفترة الحالية في الاستثمارات أو الوضع الاقتصادي بشكل عام، اللي هي الفترة الانتقالية من تركيز الاتحاد الآن، رؤيتك إيه؟ وبعد إن شاء الله سيفتح الدستور إن شاء الله ربنا ييسر يعني، تشوف الدنيا فيها إيه؟ شايف الدنيا إزاي؟ شوف، هو الرد على هذا السؤال هي ليست رؤيتي أنا شخصيا، ولكن رؤية الجهات المعنية للتصنيف الائتماني للدول وأهمها مودس مين واو أيوه، والتي رفعت التصنيف الائتماني المستقبلي لمصر من سالب على مدار السنتين الماضيين إلى مستقر لأول مرة منذ ثورة 15 مايو، وجاء هذا التعديل إذا لاحظنا يعني بعد الانتهاء من مشروع دستور مصر الحديث. دستور مصر طيب. هذا أكبر دليل في استقرار اقتصادي إن شاء الله فترة الجاية. مشروع الدستور فقط، يعني مشروع الدستور عدل فقط عدل التصنيف الائتماني، فما بالك بالموافقة النهائية للشعب المصري. تمام. طيب حضرتك في الداعين لحملات الدعم السياسي بتاع الشيخ السيسي، حضرتك بتأيدها؟ طبعا من قلبي. من قلبي.
واحد حاول اول ما يقولش لا يبقى خاين لمصر. طيب السيسي حضرتك هترشحه ما ترشحه؟ لا يوجد غيره. لا يوجد غيره. مفيش بديل اصلا. ما عندكش بديل. ما عندكش رباعيات الخيار. ما عندكش من يحل المحل. لا حضرتك الله يخليك. حضرتك المجلس الاعمال مصر قطر ايه مجلس مصر الاعمال القطر شغلته اقتصاد وبعيدا عن السياسه ولا علاقه له بالسياسه. لكن مصر بالنسبه لنا خط احمر. شكرا. طب الرد اللي حضرتك بتاع الوزاره الخارجيه كان ايه؟ رد من وزاره الخارجيه رد قوي جدا وجيد جدا، وهم بيدوا فرصه للجانب القطري عشان يرجع يفكر مره ثانيه. يبقى في فكره اخرى، ولعل الله يجيب الخير يعني، لانه الشعب القطري والشعب المصري بيحبوا بعض. طب حضرتك في استثمارات موجوده في قطر دلوقتي كتيره؟ استثمارات في قطر كتيره. استثمارات قطريه في مصر كبيره، ولازم نحافظ على الاستثمارات ويبقى بيننا وبينهم شعره معاويه. طب الحجم قد ايه دلوقتي استثمارات القطريه في مصر؟ استثمارات القطريه في مصر بما فيها البنك 3 مليار دولار. 3 مليار دولار. طب في توقعات زيتها الفتره اللي جايه؟ مفيش توقعات. هو في حاجه جديده متنقله بنيه تقول توقعات؟ لسه مفيش حاجه دلوقتي. لا مفيش حاجه طبعا خالص خالص. طب بنسحيم القصه بتاعه زياده الدخل. كل الدنيا واقفه، كل الدنيا واقفه، الدنيا مولعه. انت شايف بيجيبوا السفير والدنيا مولعه يعني. ما ينفعش دلوقتي تتكلم على هذا الدستور. نعم او لا؟ حضرتك تقول ايه؟ انا علاء على صختي، على بالصختي ولا بيه بقى؟ انت خليتني يا بيه. ده سؤال يا راجل يا طيب. انا امين عشان طبعا 100% طبعا. طب حضرتك الداعين 100%، مش لان انا بايد اتجاه معين، 100% لان فعلا لما تقرا الدستور انت بالك تجد ان هو متوافق. يعني في حاجه تقراها تحس انها ايه، شطه يمين ولا شمال؟ ده في توافق بيتم. تمام يا فندم. طيب حضرتك في بعض الحملات بتطالب بدعوه السيسي وان 25 يناير بنقول له حج عشان ينزل الرئاسة. حضرتك شايف ايه؟ خلينا نخلص خطوه خطوه خطوه. خلينا نخلص خطوه. احنا عايزين رئيس حازم وله رؤيه. حازم ولا رؤية بس تتوافق فيه خلاص. ما في توافق. بص ما ممكن يجي لك بعد اذن حضرتك. خلاص ايمن بيرضى بكره رشح نفسه. تمام. انا ارى ان هو حازم وله رؤيه. تمام. خلاص. احنا ما بنجيش نقول احنا لا هندي السيسي. لا احنا بنقول رجل حازم وله رؤيه. تمام. ده الاصل في الموضوع. يطلع. تمام. بقى مين؟ يعني طب حضرتك برضه البرنامج بتاعه برافو عليه، ما هياش العمليه يعني بالظبط كده. لا مش عشان هو وزير الدفاع. لا هو منطق. احنا بندور على الراجل حاسم. عنده فيجن، عنده رؤيه. تمام تمام. بس ازيك يا سيدي؟ الله يحفظك. ايه ده النقطه؟ والتوفيق ان شاء الله. طب حضرتك البيئه الاستثماريه والمؤسسه الاقتصاديه الفتره بتاعت التردين لغايه دلوقتي شايفها ازاي؟ انت لسه ما عندكش دوله. انت ما عندكش دوله. يعني ما زالت الايادي برضه مرتاحه عشان كنت موجود. انت ما عندكش دوله. الدوله دي معناها دستور ورئاسه ومش عارف دوله. طيب حضرتك انت شايف الانتخابات المبكره الرئاسيه اولا عمل البرلمانيه؟ الدستور اولا. مرحبا باحمد بيه عاطف، عضو مجلس اداره جمعيه مستثمري 6 اكتوبر وعضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية في حوار لبوابة أخبار اليوم. أهلا بك يا أحمد بيه. أهلا. كنا عايزين نعرف يا حضرتك أنت هتقول نعم ولا لا للدستور؟ لازم نعم لسبب جريا ورا كلمة استقرار. عاوزين استقرار عشان الناس اللي بتحصل والحاجات الأحداث اللي بتحصل في البلد دي ما يخلص الدستور ورئيس الجمهورية. ده حتى كان نفسي إن يبقى رئيس الجمهورية يوم مع مجلس أعضاء مجلس الشعب. يعني مثلا أوباما ده في أمريكا انتخبوه بتوع الحكام الولايات في نفس الورقة، ورقة للحكام الولايات واحد ده رئيس الجمهورية وده صندوق وده صندوق ونخلص. تمام. عشان نقطع فترة الانتقالية الحرجة دي اللي العالم بصلنا عليها دي نمرة واحد. نمرة اتنين استقرار البلد، لأن العالم الخفافيش اللي شغالة بتاع حزب الإخوان ده لا مؤاخذة طول ما شيء في البلد عدم استقرار وعدم وضوح ستلد في كل حاجة بيحصل كأنهم شغالين في المظاهر. الفلوس بتكتر لأن الفلوس ناس جاية من بره كتير. طبعا. لأن العالم دي ما تشتغلش لله. الطالب اللي في الجامعة ده اللي بيقعد يضرب شماريخ وبتاع جاب الفلوس دي منين؟ هو اللي كان نفسه مش لاقي أكل ياكله. صحيح. قاعد في مدينة جامعية وأهله بيبعتوا له مصاريف، رايح يجيب مرتوف منين وشماريخ منين وبتاع ده ورش بتاع ده الرش لازم بيجيبوا منين؟ إذا هناك ناس بتدفع لهذا عدم استقرار البلد. طب حضرتك تفتكر ان الدستور ان شاء الله هيحدث نوع من الاستقرار في السياسه؟ لا شك. اولا كمرحله اولى لان يعني العالم كله مستنينا لنا دستور. دستور حلو جدا ماسك كل جوانب الحياه، فلاح ماسك في العامل كله ما خلاش حاجه الا ما تناولها الدستور. حتى لو في
خلل او نسيان لنقطه او اتنين مجلس الشائل النواب هو يكمل بقى يعدل مش مشكله عنده صلاحيه في نسبه معينه يقدر يعدلوا فيها فاحنا ما نقعدش نتص في الحيطه امام حاجه انتهينا منها وزي الفل كويسه 90% حلو طب انا هفرض 10% طب انا هقعد اخليهم تعوقني ليه هنستكملها بقى اثناء التطبيق طب حضرتك في عندك الناس كانت بتتكلم عن تاسيس دعم الحملات بدعم السيسي وترشيح السيسي حضرتك انت والله هو السيسي هو الواحد على راي فاتن حمامه قال الكلمه انا عاوز السيسي وزير دفاع وعاوز السيسي رئيس جمهوريه فهتجيب لي عاوز اتقسمه نصيب لانه هو الراجل قائد عسكري لا شك المرحلة بتاعتنا محتاجة لواحد عسكري ليه؟ لأن الفوضى العالم دي مش هتسيبنا في حالها الإخوان والعالم اللي بره واللي جوه دول مش هيسيبونا في حالنا فلازم يبقى في رئيس مجلس الجمهورية قوي يحسم مواقفه مع العالم كله وخاصة الراجل ده وضعه حد مع أمريكا يعني مش واضح لما حتى بيكلموه بيرد ردود اللي هي انقلاب ما انقلبش بيد ردود إيه؟ قاطعة فالراجل قائد عسكري لا شك له مميزات القيادة ليقدر يقود دولة ولو حبذا لو رفض أنا يعني يكون البديل لو البلد دي لها خير الراجل عبر موسى رئيس جمهورية دورة واحدة الراجل سنه كبير لحد ما السيسي يتأهل يخش بعد كده في المرحلة التانية ده الحل البديل لكن لو رفض السيسي لكن لو السيسي جه لا شك مع رئيس وزارة يتعاون معه يختاره هو البلد تمشي لأن البلد فيها خير اقتصادي خطير بس مين يهدى ويحرك مين يهدى ويحرك هي دي المشكلة فنتمنى التوفيق لبلد لمصر إن شاء الله الموضوع بتاع 1200 قطعة اللي كانوا مطروحين في العاشر إيه اللي تم فيهم دلوقتي وتوزعوا إزاي الناس بتقول في الأوروبا محدش يعرف حاجة عنهم لسه ما اتعملش لغايه دلوقتي كان في 600 قطعه بس كان على الاستاذ وزير الاسكان في اجتماعنا معاه الاخير لان الموضوع لسه لم يتم حتى تاريخه الناس بتقدم وبيشوفوا الاسبقيه الحجز واللي اصلا الصناعات القائمه اللي عايزه توسعات دي بتبقى لها اولويه عن الصناعات الجديده كان في خلاف على السعر يا فندم خلاف على السعر هو كان عايزين ينزلوه ب 700 جنيه واحنا رفضنا تماما هذا الموضوع وقلنا يتراوح يبقى تكلفة المتر تتفق مع تكلفة الترفيق بتاعه ولا لا تزيد عن 300 إلى 350 جنيه واعتقد ان السيد الوزير استجاب لهذا الموضوع طب الموافقه على كده ولا لسه ما تبتش بس يعني عندنا برضو معلومات داخليه كده ان شاء الله هيتم التسعير على هذا الموضوع طب سؤال حضرتك عشان بس اللقاء اللي احنا فيه النهارده بنتكلم عن الدستور هتقول نعم للدستور ليه أقول نعم للدستور عشان أنا قريته أكتر من مرة والحقيقة هو متعرض لكل الفئات مش سايب فئة سواء فلاح أو عامل أو محامي أو دكتور أو 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 أصحاب أعمال استثمارات و يعني أنا شايفه إن هو مغطي كل النواحي وإيجابية جدا ولذلك هنقول عليه نعم ودي أول خطوة إن شاء الله في خريطة الطريق ونأمل إنها تنجح بصورة مشرفة عشان نكمل خريطة الطريق ونرجع بقى تاني ترجع مصر تاني أم الدنيا وتبقى قد الدنيا على رأي الفريق أنا أتحدث باعتباري مواطنا وطنيا أحب بلدي أتوجه بالشكر الكبير لحضراتكم والخميس بيه الذي مكننا أن نحضر في هذه الجلسة العاجية المسيحية وأنا قاعد معاكم كتبت أربع أسطر بالظبط بقول هتقول لدستورنا نعم لو في امامنا 100 لغم تمسك شمروخ تمسك مولوتوف تقف في طريقنا هتتفرم تقف في طريقنا هتتفرم تقف في طريقنا هتتفرم